إيمان بطمة تنفي خبر وفاة أختها دنيا في السجن كلها إشاعات إليكم تفاصيل الخبر ولكن فضلا قبل ذلك الإشتراك بالقناة بعد عودة الشائعات حول وفاة شقيقتها في السجن نفت إيمان بطمة مجددا أي معاناة لأختها دنيا داخل مكان إحتجازها مطمئنة محبيها إنها بخير إيمان دعت الصحافة والجمهور خلال حضورها لحفل والدها منذ أيام أن يأخذوا أخبار شقيقتها الصحيحة من العائلة فقط، فقالت كلها إشاعات ودنيا بخير والكلام يخرج مننا نحن شخصياً. منذ أيام حرصت دنيا بطنه الموجودة في السجن منذ حوالي عام بسبب قضية حمزة مومبيبي على معايدة ابنتها الصغيرة ليلى روز بمناسبة عيد ميلادها الرابع وشاركت عائلة دنيا عبر حسابها الخاص على انستغرام صورا ومقطع فيديو من المفاجأة اللطيفة التي تم إعدادها للطفلة الصغيرة في مدرستها وبين أصدقائها كما ظهرت غزل الأخت الكبرى وهي تمسك بيد ليلى التي ارتدت فستانا جميلا لشخصية فروزن الكرتونية حيث دخلت إلى الصف لتتفاجأ بقالب حلوى من عدة طبقات على شكل قصر أميرات ديزني غزل قامت بترك صفها لحضور عيد ميلاد أختها الصغيرة كما وضعت تاجاً على رأس ليلى مع وشاح باللون الوردي كتب عليه ما مع معناه عيد ميلاد سعيد وتم الاحتفال بالطفلة الصغيرة بين أصدقائها بالمدرسة ضمن أجواء طفولية مميزة وجاء في التعليق على الفيديو هذا الفيديو فرحني غزل نزلت من القسم تحتفل مع أختيها وهنا عرفت أن غزل فهمت أن الأخت الكبرى هي السند ربي يحفظكم ويخليكم لماماكم الدنيا والله يفرج عليها يا ربي عيد ميلاد سعيد يا عيني وبكان من الخبر بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم